انت كويس يا لمعي؟ الحمد لله. اوعى تكون تعبان بجد. والله زي الفل. لو متكحول هقولك. العيال فين؟ طلعوا يناموا، كانوا بيقعوا مني واحد واحد، قلت لهم يطلعوا يناموا، لازم يستريحوا. الواحد مش عارف هيناموا امتى تاني ولا فين ولا ازاي. انا خايفه قوي يا لمعي. مش قدي. نعم. لا ما يعني ما طبيعي برضو يا مفيده نخاف، بس احنا لازم نجمد قلبنا. اي حاجه هتحصل لنا احسن من الذل اللي احنا فيه ده. والله انا خايفه نتمنى الذل ده ولا نعرفش نطوله. انا عمري ما اتمنى الذل يا مفيده. انا عندي اموت راجل ولا اعيش مذلول. انا حاسس ان ربنا هيكرمنا ان شاء الله، وانا وانت بالذات، لان احنا الاثنين مظلومين يا مفيد. احنا الاثنين اتخذنا في الرجلين. يعني العيال اللي فوق دول مش مظلومين يا لمعي؟ انا ما قلتش كده، بس هم عندهم اللي يقف لهم ويجري عليهم. فلوس اهاليهم بتحميهم يا مفيد، بس احنا ملناش حد يقف لنا. على الاقل تسعيره العيل من دول مليون دولار. انا اخري 10 جنيه، تمن الرصاصه اللي هتضرب بيها. واللي هيجي يضربني يا مفيدة مش هيفكر قبل ما يضرب، هيضربه في 60 ده، بس اللي هيضربهم هيفكر مليون مرة قبل ما يضرب، ومش هيضرب في الآخر. عارفة ليه يا مفيدة؟ لأن حياتهم تهمهم، بس أنا حياتي ما تهمش حد. تهمني أنا يا لمحي؟ حياتك غالية قوي عندي. طب وأنت في إيدك إيه بس يا مفيدة؟ إحنا مالناش غير ربنا، وربنا هيكرمنا إن شاء الله. إن شاء الله. ربنا قادر ينجيك وينجينا كلنا. اللي معاه ربنا معاه كل حاجة وعمره ما هيغلب أبدا. طب وكتاب الله يا شيخة لا تديني كلمة دلوقتي، إن الموضوع ده لو عدى على خير تبقي مراتي على سنة الله ورسوله. أنا والله أتمنى يا لمحي. آه والله. هلاقي حد زيك فين كده، راجل وجدع وحنين وأمور كمان. ما أمور؟ آه أمور. لا والله، هو أنا أمور؟ إلا ما حد قال لي كده قبل كده. لا يعني أنا شايفاك أمور، مليش بقى دعوة الناس التانية شايفة إيه. تصدف الناس، طالما أنت شايفاني أمور أبقى أمور، وأبقى أحلى كمان من توم كوز بتاع ميلاد ده. لا هي وسعت قوي منك كده يا لمعي، يعني مثلا ممكن أحمد عز، بس توم كروز يعني دي واسعة شوية. والله أحمد عز مش وحش، ده عجبني قوي في ولاد رزق. آه والله، أنا راضي بأي حاجة، أي حاجة منك أنا راضي بيها. والله أنا كفاية عندي إن أنا قابلتك يا لمعي. بس انا عندي شرط واحد مهم وانت لازم توافق عليه. موافق من قبل ما تقولي. لا ما انت لازم تعرف هو ايه. وحياه امي موافق من قبل ما تقوليه. طب هو انت مش عايز تعرف انت وافقت على ايه؟ طب انا وافقت على ايه؟ امي هتقعد معانا لما نتجوز. مفيش جواز اصلا يا لمعي، دي ما عندهاش غيري في الدنيا دي. انا بهزر معاكي، ده انت وامك في عناي. احنا بس نخرج من هنا على خير وتشوفي انا هعمل لك ايه. والله مو في ده، لا تشوفي هعمل لك ايه يا رب. طب يلا احنا عايزين نطلع بنصحي العيال عشان نجهز. ماشي، هو مفيش أي مشكلة في الصحيان غير رابح. لا ما خلاص، وأنا ما قلتلكيش؟ مش أنا عرفت الزرار بتاعه؟ اطلعي أنت بس إيه للبنات، حضريهم وجهزوا. يلا ماشي ماشي.